جريمة اليوم بحق هذا الطفل العراقي اللي يبحث عن وطن، اللي هو جيل المستقبل. تريد اليوم أنت يصوت للانتخابات بعد كم سنة، وتريد يؤمن أنه عنده وطن وعنده بلد. في المناطق العشوائية الطفل يروح يداوم في منطقة متكاملة، بالنتيجة هو يطلع من منطقة عشوائية الصبح كله طين وكله تراب، وتقريبا تبعد عنه 6 كيلو 7 كيلو يوصل المدرسة. هاي يشوف طلاب من غير ملابس، من غير وجوه، والطلاب يعايروه بلبسه وملابسه. وهذا كله على عاتق الحكومة والبرلمان وحتى المواطنين. اليوم المواطن العراقي للأسف هو شريك في كل ما يحدث. أنا دائما في كل لقاءاتي أقول المواطن هو المواطن شريك؟ شريك. شلون؟ يعني أنت تخيل، أنا أحكي شوية فكر، ما أخاف من أحد. خذ راحتك. تربية الرصافة الثانية، تخيل مدارسها ما تطي قبول إلا لو تصبغ للمدرسة، لو تجيب له رحلات، لو تشارك له مثلا تبرع مدير المدرسة. أنت مو الرقعة الجغرافية، تروح المدير التربية والله يقول لك روح حسب الحاجة. اليوم المواطن ما مسؤول عن حسب الحاجة، ما مسؤول عن صبغ المدرسة، ما مسؤول عن أرضية المدرسة. عفوا بس هاي الفقرة هاي ما افتهمتها، يعني شنو تصبغ المدرسة؟ من يصبغها؟ يصبغ للمدرسة ولي الأمر يصبغها؟ اي طين اصبغ للمدرسة بأمر يعني وزاري لو أمر رشدي؟ لا لا هاي عندك سهل أمرك. اي تسهل سهل أمري العلوم. سهل أمر عمو يصبغ لك المدرسة؟ اصبغ للمدرسة، جيب لي أرضيات، جيب لي زميج، سوي لي سقف، جيب لي إنارة، جيب لي شو اسمه، هاي إجباري لو إجباري ما أعطيك ورقة قبول. أنا اليوم انتقلت مثلا على افتراض من مدينة الصدر، انتقلت لمنطقة البلديات. زين طبعا لو أرجع أخلي ابني بهاي المدرسة اللي كانت في مدينة الصدر، لو هاي المناطق العشوائية مثل الاستكشافات، المعسكر، سيد منذر، الشماعية، حي طارق، حي النصر إلى آخره، من أجي أنتقل إلى منطقة يقول لي لا أنا ما أعطيك ورقة قبول. ورقة قبول لازم تسوي لي. أنا ما أريد أدخل بهاي التفاصيل. لا خلنا نفتي هاي التفاصيل، صراحة أنا أول مرة أسمع بيها. إيه يعني هذا ابتزاز المواطنين وابتزاز لأولياء الأمور من قبل هاي المدارس، خاصة في تربية الرصافة الثانية. حتى مدير المدرسة يطلع يتباهى يقول أنا عمرت المدرسة وبنيتها. عمر المدرسة شنو؟ مثلاً مش قد المدير أو المعلم حتى عمر المدرسة. ولا شنو الهدف من هذا؟ يعني هو نقص الصينية. هو المشكلة بالوزارة. طبعاً يعني المشكلة بالوزارة. يعني خلنا أحكي لك فقرة ثانية في مدينة تربية الرصافة الثالثة في مدينة الصدر، رصدت 18 مليار دينار عراقي من سنة 2013 حسنة 2023. تروح شوف المدارس اللي موجودة في مدينة الصدر، أرضيات كلها تراب، السقوف منتهية، أكو مدارس مثل ما تفضل نسميها مربع ناقص ضلع اللي هي بالنظام العسكري. هذا الطفل المدرسة مالته تضرب بها الشمس ويضرب بها الرشق مال المطر. من اللي يتحمل هاي المسؤولية؟ احنا اليوم ما نتكلم بعاطفة، هذا مستقبل بلد. تشوف المواطن كل انتخابات المواطن يعجز تتوسل به، حدث بطاقتك، سوي كذا، شلون المواطن بعد يأمن بيك؟ طبعا مو بس هاي اللحظة، يجي المرشح في فترة الانتخابات خلال الشهر أو الشهرين يسوي نفسه نبي. صح. أنا أسوي وأنا أعمر وأنا أكمل، خلصت فترة الانتخابات غلق موبايله إذا فاز وإذا خسر. فهاي كلها معوقات ضد المواطن. هذا طبعا واحد. دكتور أنا قاطعت إنه الوقت الفقرة انتهى، بس أقول هاي الحرقة اللي جات تتكلمون بها، هاي الحرقة نتمنى وتترجم على أرض الواقع إن شاء الله. باستلامكم المناصب إن شاء الله، وتنيلون ثقة أهلكم، لأنه اليوم إذا ما موجود هذا الحرص الحقيقي وهاي الهمة الحقيقية إحنا ما راح نغير. والدور مثل ما قال الدكتور مؤيد، الدور المواطن إذا ما يختار صح فما يلوم إلا نفسه، صاحب الخيار الأول. لأنه اليوم أنت تختار مجلس المحافظة راح يختار المحافظ، وبالتالي مشاريعك متعلقة بهذا الشخص. تترهن مستقبلك 4 سنوات وممكن بهذا الصوت ممكن تبيعه خلال 10 دقائق كارت او مبلغ مالي، وبالتالي ما لك حق انه تداعي بيه. فعلا هذا جاي صحيح. انا اشكركم جزيل الشكر.